بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله مع بعض منهج الرياضيات للصف الأول الثانوي، المنهج المصري الفصل الدراسي الأول، معاكم ناصر سالم. احنا شغالين في الوحدة الأولى هي وحدة الجبر والعلاقات والدوال. النهاردة إن شاء الله هناخد درس في منتهى الأهمية اسمه إشارة الدالة. الدرس الخامس اسمه إشارة الدالة، ويعتبر من أساسيات الرياضيات. يعني لما أقول لك من أساسيات الرياضيات وانت في أولى ثانوي، يعني هتتعرض للدرس ده في جميع دروس الرياضيات في الأعوام القادمة، فلازم تفهم المفهوم الأساسي لهذا الدرس بشكل جيد، لأنه هيتواصل معاك في السنوات القادمة، وخاصة لو دخلت قسم الرياضيات في الثانوية العامة. فركز معايا في هذا الدرس. كلمة إشارة الدالة يعني إيه؟ يعني الفترات اللي فيها الإشارة موجبة، إشارة الدالة موجبة، أو إشارة الدالة سالبة، أو قيمة الدالة بيكون عندها الدالة بصفر. يبقى أنا بقسم إشارة الدالة لتلات أجزاء: إمتى الدالة بتكون موجبة، وإمتى الدالة بتكون سالبة، وإمتى الدالة بتكون قيمتها إيه؟ قيمتها الصفر. طب إيه الدوال اللي عندنا؟ إحنا عندنا أو اللي هندرسه ثلاث أنواع من الدوال اللي احنا شرحناهم قبل كده. اول نوع من الدوال وهو الدالة الثابتة، وده اسهل نوع من الدوال اللي اقدر احدد اشارته. خلاص، الدالة الثابتة اللي هي دال سين تساوي اي قيمة ثابتة، جيم مثلا. لو الجيم دي موجبة يبقى اشارة الدالة موجبة، لو جيم سالبة يبقى إشارة الدالة سالبة. إمتى تكون جيم موجبة؟ إذا كانت قيمة الدالة أعلى محور السينات، وتكون سالبة لو كانت إشارة الدالة أو لو كانت قيمة الدالة أسفل محور الإيه؟ أسفل محور السينات. ولا يمكن الدالة طبعا تكون بتساوي صفر، فيبقى انا عندي يا اما موجبه او سالبه. موجبه اعلى محور السينات، سالبه بتبقى اسفل محور السينات. موجبه لو كانت جيم اكبر من الصفر، سالبه لو كانت جيم اقل من الايه؟ اقل من الصفر. بيقول لي عين اشاره كل من الدوال الاتيه. هتقول له بما ان الدال س قيمه موجبه اكبر من الصفر، يبقى اشاره دال س تكون موجبة. بس خلصنا من السؤال ده. دال س تساوي سالب 7، يبقى هتقول له ان بما ان الدال س قيمتها اقل من الصفر، يبقى اشارة دال س سالبة لكل، ممكن تقول له كده لكل ايه؟ لكل س تنتمي لها، لكل س تنتمي لها، او لكل ايه؟ لكل ح، او على مجموعة الاعداد الحقيقية، على مجموعة الاعداد الحقيقية. خلاص، يبقى لكل سين تنتمي الى ح. واضحة دي كده؟ طيب هنا دال سين، يبقى تقول بما ان الدال سين اقل من الصفر، يبقى اشارة الدالة سالبة لكل قيم سين تنتمي الى ح. هنا دال س بما ان دال س اكبر من الصفر، يبقى اشارة دال س موجبة لكل قيم س تنتمي الى ايه؟ تنتمي الى ح. طيب لو قال لي مثلها، سهلة بقى جدا. ادي خط، ادي المستوى الاحداثي اهوت، 5 على 2 دي قيمة الايه؟ قيمة الصادات. هنا قيمة الصادات اللي هي دال س 5 على 2 يعني 1.5، يعني تخيل 5 على 2 هنا، ويبقى خط مستقيم يوازي محور السينات. هنا ديت سالب 2 على 3، يعني مثلا هتبقى هنا ادي سالب 2 على 3، ويبقى خط مستقيم يوازي محور السينات، ولكن في منطقة الايه؟ في المنطقة السالبة.
النوع الثاني من الدوال وهو الدالة الخطية أو دالة الدرجة الأولى، دال سين تساوي به سين زائد جيم. أول خطوة بساوي هذه الدالة بالصفر، فأنا لو سويتها بالصفر، لو سويت دي بالصفر كده، يبقى الجيم هتطلع بره بسالب جيم، يبقى السين هتساوي سالب جيم على ب، ودي النقطة أو بسميها صفر الدالة، بسميها إيه؟ صفر الدالة. ومن عندها ببدأ أتحرك، يبقى الدالة عند هذه النقطة قيمتها تساوي صفر، على يمين هذه النقطة بتبقى مثل إشارة معامل السين. يعني إيه مثل إشارة معامل السين؟ يعني لو معامل السين قيمة موجبة هتبقى هنا الإشارة موجبة والناحية التانية هتبقى سالبة. طيب لو إشارة معامل السين سالبة هتبقى هنا سالبة والناحية التانية إيه؟ موجبة. يبقى مثل إشارة، يبقى على اليمين مثل إشارة معامل السين، وعلى اليسار مثل مخالف لإشارة معامل السين. هيوضح لنا المثال، بيقول لي أعين إشارة الدالة دال سين حيث دال سين يساوي سين ناقص 2 مع توضيح ذلك بيانيا. أول حاجة نعين إشارة الدال سين، يبقى أنا بحط الدال سين تساوي صفر، بمعنى أن السين ناقص الاتنين تساوي صفر، يبقى السين تساوي إيه؟ 2، ده قيمة صفر الدالة. قيمة إيه؟ صفر الدالة. يبقى أنا برسم خط الأعداد هوت، وآدي صفر الدالة اللي هو 2 اللي عندها الدالة بكام؟ قيمتها بصفر. على اليمين مثل إشارة معامل السين، معامل السين موجب، يبقى على اليمين موجب، وعلى يسار صفر الدالة أكيد هيبقى إشارة مخالفة وهو السالب. يبقى تقدر تقول له من هنا من الجزئية دي فقط أن دال سين تكون أكبر من الصفر عندما السين تنتمي للفترة من إيه؟ من 2 إلى ما لا نهاية. الاتنين مش معانا، يبقى 2 وما لا نهاية. ببدأ في الفترة بالعدد الصغير، 2 مش معانا. طيب أقول له الدال سين هتساوي صفر عندما السين تساوي 2، قيمتها 2. لما السين تساوي 2 الدالة هتساوي صفر. الدال سين هتكون أقل من الصفر، يعني إشارة الدالة سالبة، عندما السين تنتمي للفترة برضو إيه؟ سالب ما لا نهاية واتنين. يبقى سالب ما لا نهاية واتنين، والاتنين أيضا مش معنا. يبقى أنا كده إيه؟ حليت المسألة من خلال إشارات الدالة، حل الإيه؟ بطلق عليه الحل الجبري. تبعه هو عايز يتأكد بيانيا، عشان أرسم الدالة بحط السين تساوي صفر الأول، السين تساوي صفر، يبقى الدال سين هتساوي كام؟ هتساوي سالب 2، وحط الدال سين تساوي صفر، يبقى السين هنا هتساوي ايه؟ 2. يبقى انا عندي النقطة الاولانية اللي هي صفر وسالب 2، النقطة التانية اللي هي 2 والصفر. برسم المستوى بتاعي، النقطة الاولانية ايه؟ صفر وسالب 2، ادي صفر وسالب 2 هنا. طيب النقطة الثانية 2 وصفر، ادي 2 وصفر، نعتبر دي النقطة 2 وصفر، وبرسم خط مستقيم يصل النقطتين معايا كده. ادي النقطة هي، هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان القيمة عندي من عند ايه؟ من عند الاتنين، من عند الاتنين اللي هي الدال فيها الدال سين بتساوي صفر. على يمينها هتلاقي الدالة قيمها موجبة، يعني لو انا مشيت جهة اليمين كده هتلاقي الدالة قيمها موجبة، الدالة نفسها. يعني لو حطيت مثلا هنا 2، حطيت 3 هتلاقي هيديك الدال سين قيمه موجبه، حطيت 4 هتلاقي الدال سين يديك قيمه موجبه، 5 هتلاقي الدال سين هيديك قيمه موجبه اللي هي الصاد المقابله. لو بقى على يسار الاثنين حط اي نقطه هتلاقي القيمه المقابله لها سالب هنا في المنطقه السالبه دي، زي ما بيشير خط الايه؟ خط الاعداد بالظبط. واضحه كده الفكره؟ طيب ناخد مثال كمان، يقول لي عين إشارة الدالة دال سين مع توضيح ذلك بياني. يبقى أنا أحط الأول دال سين هتساوي صفر،
يبقى سالب 2 س سالب 4 تساوي صفر. الأربعة تطلع برة، يبقى السين بكام؟ السين بسالب 2، السين بسالب 2 دي صفر الايه؟ صفر الدالة، دي صفر الدالة، يبقى أنا عندي أدي صفر الدالة اهوت بسالب 2 على يمين، ده سالب 2 يعني عندها الدالة قيمتها صفر، بحط دايرة وحط جواها صفر. على يمين الدالة مثل إشارة معامل السين، يعني مثل، يبقى هنا هيبقى سالب وهنا هيكون ايه؟ وهنا هيكون عكس، يعني هيكون موجب. يبقى انت هتقول له الدال س هتكون ايه؟ اقل من الصفر، او نبدا باكبر من الصفر، يعني اشاره موجبه عندما السين تنتمي للفتره اللي على اليسار. الفتره اللي على اليسار بتبدا بايه؟ من سالب ما لا نهايه، من سالب 2 لحد سالب ما لا نهايه، نبدا بسالب ما لا نهايه وسالب 2، السالب 2 مش معانا. الدال س هيكون أقل من الصفر عندما السين تنتمي للفترة سالب 2 وما لا نهاية، فترة مفتوحة. الدال س هتساوي صفر عندما السين تساوي سالب 2، عندما السين تساوي سالب 2. عايز أتأكد، يبقى هرسم، عشان أرسم أحط السين تساوي صفر وأجيب الدال س. لما السين بتساوي صفر الدال س هتساوي سالب 4، يبقى النقطة الأولانية صفر وسالب 4، دي النقطة اللي هي على محور السينات. عشان أجيب النقطة اللي على محور الصادات أحط الدال س هي اللي بصفر، هيبقى الإيه؟ السين بتساوي سالب 2، السين هتساوي سالب 2، يبقى النقطة سالب 2 وصفر، النقطة اللي بتقع على محور الصادات. صفر وسالب 4، أدي صفر وسالب 4، نعتبرها هنا دي صفر وسالب 4. النقطة الثانية سالب 2 وصفر، ادي سالب 2 وايه؟ سالب 2 وصفر، اوصل بيناتهم بخط ايه؟ بخط مستقيم. لاحظ بقى، على يسار، على يسار النقطة سالب 2 اللي هي نقطة تقاطع الخط المستقيم مع محور السينات، على يسارها أي قيمة على يسار سالب 2 هتكون قيمة الدالة أو إشارة الدالة موجبة. أي نقطة على يمين سالب 2 هتكون قيمة الدالة إيه؟ قيمة الدالة أو إشارة الدالة سالبة. طيب، احنا هنتوقف عند الجزء ده بحيث ان الفيديو ما يطولش، ونكمل الجزء ده في حلقة قادمة ان شاء الله. اتمنى من الله عز وجل لكم التوفيق، اشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم. ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وزر الجرس، واشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.